اهلا وسهلا ومرحبا بكم في علامة مين. امس كانت الحلقة الاخيرة من اولاد مفيدة 5. النهاية كانت حزينة وتراجيدية. مساج باهي برشا من المخرج اللي كتب السيناريو، كونه الاجرام والمركية الكل ما عنده وين توصل. المقال نتاعها هي الحبس. صحيح برشا من الناس معناتها تعاطفت وتفاعلت مع اولاد مفيدة، ما حبتش فيهم اللي صار والنهاية اللي ريتوها، لكن العدالة لازم تاخو مجراها ويقاتل الروح بين تروح كما نعرفوا احنا. ونرجع على اللقطة الشهيرة واللي تأثروا بها برشا من الناس، بيرم اعدام وبدر مؤبد وابراهيم 10 سنين. صحيح هذا الاحكام ولقطة مؤثرة برشا، لكن في اللحظات الاخيرة متاع اولاد مفيدة 5 رينا بيرم قام من الحلم، هو يحلم بالاحكام هذه واللي شنو باش يصير لهم في المستقبل. نهاية غامضة، نهاية ماهيش معروفة. المخرجة ما نعرفوش مع التوين اش حبت توصل للجمهور نتاعها. معناتها ثم جزء سادس والا لا، مع تفتح افاق، مع تجم نفهم بالطريقة هذه، والا النهاية نتاع اولاد مفيدة 5 حبت تخلي فيها شوية غموض. وكهو وين نتفرج، معناتها جاتني معناتها فكرة نتاع سيناريو ويجمو يبنيوا عليها اولاد مفيدة 6 واولاد مفيدة 7 وبرش اجزاء الفاتحة. هما نعرفوا اللي هما 3 في الحبس، واللي يقول حبس يقول بريزون بريك. الحقيقة مسلسل كبير، سلسلة كبيرة برشا عالمية. نعرفوا مايكل سكوفيلد واللي معاه كيفاش يعملوا استراتيجيات وثكاء وكيفاش خرجوا من حبس من اشهر الحبوسات اللي في امريكا. معناتها حبس ورا حبس، معناتها تجم تكون معناتها اولاد مفيدة 6 على شكل وعلى طريقة بريزون بريك. ابراهيم وبدر وبيرم يحاولوا يخرجوا من الحبس، هم افتتحوا الحبس ونشوف الاطوار والاحداث اللي باش تصير بعدها. معناتها يجمو يبنيو اولاد مفيدة 6 و7 على الشكل هذي. ما نعرفش، هو اغلب الناس وسمعت برشا تصريحات كونه ما ثماش اولاد مفيدة 6 من مخرجين، وحصل برشا تصريحات في راديوات واذاعات وتلفز كونه ما ثماش اولاد مفيدة 6 كو ستوب باستا ريزي 5 اجزاء وسفين. ننتظروا معناتها المخرج واللي كاتب السيناريو شنو ما تصريحاتهم في المستقبل في الايام الجايه، ثم اولاد مفيدة 6 ولا لا. من ناحيه الكتيبه والافكار يجمو يعملوا افكار، هذا ما لا شك ولا جدال فيه معناتها، لكن نشوفوا معناتها هما يحبوا ناويين يزيدوا ويكثروا في الاجزاء والا يوقفوا ويشوفوا اعمال اخرى جديده لرمضان الجاي واللي بعده في الحوار التونسي. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد من علامة مين. الى اللقاء.